هنا التسديدة، نعم، هل سيسجلها؟ سجل لي كانغ، اوهو برهان كاد وان في التسديد، بعض الارباك لبعض اللاعبين بالمنتخب الكرة، تسديدة اوهو ينجح ونعم نعم جوستن يسجل، إرناندو كانغ عد لتنفيذه، إجيوك سانغ والتسديدة، نعم يستعد الآن كيلي، ركلات الترجيح، هيونغ في التسديد، نعم يستعد للتنفيذ، ريسكريدو مرة واحدة فقط ولا التسديدة يضيح، خلاص المنتخب التسديد إلى التسديد، إرناندو كمين في التسديد، يعني ركلة الترجيح هنا التسديد، نعم يسجل في التسديد، أنا الآن في التسديد ما قبل النهائي، لأول مرة في تاريخ المنتخب الأندلسي بعد رحلة طويلة كانت صعبة شاقة عنيدة لكن ما زالت المحاولة، المنتخب الأندلسي عن طريق رافائيل سترويك يسجلون أجمل أهدافهم في هذه البطولة، فرحة كبيرة هنا تختلط لدى مدرب المنتخب الأندلسي المشاعر، أكيد في المشاعر الخارجية سعيد بهذا الهدف، لكن هناك مشاعر داخلية مدفونة بأن هذا الهدف يدخل في مرمى بلاده، هنا فرحة كبيرة، هدف بصراحة رائع من جيرمي سترويك، هدف لا يصد ولا يرد حتى لو عيد للمرة الثانية، لا أعتقد بأن مايك بوم سيتصد عرضية، الرأسية خطيرة، المنتخب الكوري لا يمكن أن يسجل في مرمى المنتخب الأندلسي إلا بهذه الطريقة، نعم بهذه الطريقة بالخطأ، لاعب ودفاع المنتخب الأندلسي وضع الكرة في ما في 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 شباك فريقة، هنا الكرة الماضية والرأسية اللي كانت من جانب كومك انتقلت من رأسية يوم جي سونك إلى رأسية إكوام اللي وضع الكرة والهدف في مرمى في مرمى، الآن المنتخب الكوري يعدل النتيجة في أمن إيفا، خطيرة التسديدة والهدف الثاني، ثاني أهداف في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي، الهدف الثاني، ويؤكدون للمنتخب الكوري بأن المنتخب الأندلسي ليس منافسا سهلا، لكي تفوز عليه بسهولة المنتخب الأندلسي يرسل رسالة للمنتخب الكوري بأنه ليس فريق من السهل الفوز عليه أو فوزه في حال حقق ذلك ليس مجرد مفاجأة، المنتخب الأندلسي يسجلون الثاني أهدافهم عن طريق رافائيل سترويك اللي يتخيل الأمام، خطيرة تسديده، المنتخب الكوري يعدل النتيجة في اللحظات الأخيرة، هكذا هم الكبار، هكذا هم الكبار يمرضون ولا يموتون، هنا التمريرة ثم التسديد.
بعيدة في المكان البعيد. المنتخب الكوري وسط الظروف الصعبة ونقص لاعب يسجلون الآن الهدف التعديل وبالتالي التعادل، الأمور تعود من جديد. يبدو بأن المنتخب الكوري